السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا وسلم بكم في قناة سامسات. اليوم سوف نتعلم السلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 36 بعض المفاهيم الجديدة والرموز الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها على ملف الشيل الذي قمنا بإنشاء في الحلقات السابقة. قبل أن نبدأ أحب أن أبدأ في ملاحظة بأن الموضوع في المدونة عن قريب سوف نقوم في تعديله إن شاء الله. والملاحظة الثانية، لا تهتم في وقت التعلم لأن كل شخص له قدرة خاصة في الاستيعاب. أولا، الآن كما تشاهدون هذا هو الرمز الذي قمنا بإنشاء في الحلقة 35، فقط قمنا بإضافة علامة المربع للدلالة بأنه تعليق، أي لا يقوم بتنفيذ هذا الأمر. الآن في هذه الحلقة سوف نتعرف على الواير، وهو الذي يقوم بتكرار الأمر أو قراءة أكثر من مرة. التست تعني كما تعلمنا تعني الشرط. نقوم له مثلا نعم وثم less than أو equal نقوم في تطبيقها، وثم 200 وثم تاب نقر لإضافة الفراغ دو. هنا ليخبر الوايلد يقوم في تنفيذ هذا الأمر، يقوم في عمل إيكو لايس لايس مثلا النام. هنا يقوم في طباعة النام، وهنا أيضا إيكو إنتر إنتي. وهنا الآن نقوم في عمل دون لإخبار بأن الوايل انتهت الشرط أو قمنا بانتهاء الشرط. الآن نقوم في فتح التيرمينال ونقوم في تطبيقه، وأنصحكم للملاحظة تقوم في تطبيق الأمر بعد هذه الحلقة مع نفسك لزيادة المحاضرة. انتر. الآن كما تشاهدون هنا خطأ، لماذا؟ في العلم نحن لم نخطأ لأننا أخبرناه بأنه يقوم بطباعة النام، ولم نخبره من أين يقوم بقراءة النام. read نام. الآن حق. الآن نقوم في تكرار الأمر. كما تشاهدون أيضا لنا خطأ، لماذا؟ ليس في علامة الإيكوال ولكن في الريد نام، لأنها داخل الفايل أو داخل الشرط. الآن نقوم في عمل read نعم. الآن نقوم في عمل حفظ. الآن نقوم في تكرار. كما تشاهدون نحن في الفعل في داخل الأمر، نقوم في إضافة الستة، يقوم في تبعة لا شيء، نحن في داخل الأمر. لماذا؟ لأن لا يوجد أي توضيح لنا. مثلا echo هنا here enter number وثم نقوم في الآخر من تبعة الإيكو هنا في هذه تعتبر عبارة ليست أمر أو شرط. الآن نقوم في اتباع الأمر، ماذا تتوقع أن يحصل؟ كما تشاهدون here enter number 2، قم باتباع read me now. لماذا؟ لأنها 2 أصغر من 200 أو لا تساوي 200 فقط، لكي نقوم في توضيح من إضافة LE. الآن less than. الآن نقوم في تبعته. كما تشاهدون قام في تكرار الأمر، عند توقف الأمر قام في تبعته إلى enter 200 وقام بتكرار في أكثر من مرة. لماذا؟ كيف أن نستطيع أن نقوم بإيقافه؟ نقوم بإدخال قبل الدون read نعم أيضا، والآن نقوم بحذف الملف، والآن نقوم بإدخال الخمسة. كما تشاهدون
نحن في وضع الإدخال من جديد. 2 0. نحن أيضا في وضع الإدخال، ولا يطبع الريتمي نم أو نمبر. لماذا؟ لأن الآن 200، أو نضيف الرقم أكبر من 200، 207. إنتر. كما تشاهدون قام بتبعته الريتمي. هنا أيضا عندما نقوم بضبط 200 يقوم بتبعته، لأن 200 ليست أصغر من 200. أو تساوي 200 هنا. هنا عندما الاثنان تعتبر أصغر من 200 والـ200 تساوي 200، فقط علينا نقوم بإدخال رقم مثلا أكبر من 200 يقوم بتبع تريد نم أو يخرج من الواية أو الشرط. والآن لنحاول طريقة تغيير النم، نرى ماذا يحدث. مثلا SAR الآن لنشاهد 200. أيضا نحن في وضع الإدخال 209، نحن في وضع الإدخال. ولكن هنا للملاحظة بأن الشرط لا ينتهي. لماذا؟ لأن قمنا في تغيير الشرط الأساسي أو النم. نقوم في تكرار النم. الآن نخرج من هنا كما تشاهدون. الآن نقوم بإدخال 200 وأكبر من 200 الآن، وانتهى الشرط. ومع السلامة، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وأخيرا أحب أقول في الآخر، لا يعني تعلم أوامر نواة نظام لينكس بأنك لا تبحث عن المساعدة أبدا، ولا تساعد وتحفظ العلم لك. وشكرا لكم، وشكرا للمشاهدة سلسلة تعلم نظام لينكس. ودعم.